النهارده يوم مميز، النهارده يوم الجمعه يوم 21، والنهارده الاوبننج بتاع انسايدر ان شاء الله اوبننج كويس. جيت الصبح النهارده وصورت الدنيا، دلوقتي هو بيحضروا الدنيا وبيحضروا المكان عشان الحفلة. بس يا رب يكون كويس ان شاء الله. في الخير ان شاء الله. بعدين قعدت اكتب الكلمه بتاعتي، عندنا عرض كلمه اقولها. جيت الصبح صورت الدنيا، الناس تيجي ان شاء الله تبقى كلمه كويسه. يعني النهارده قابل التيم بتاعي باسل، يوسف، احمد، احمد ايه؟ احمد خالد، واحمد عاصم، احمد عاصم. خلاص بيجهزوا اخر حاجه. يا رب تبقى كويس. يلا بينا. انا بجد ده شيء بيضحكني ان انا بتعامل مع ناس كلكم ممبر مع الناس دي كلها، وان انا ابقى هيد بوست البورد العظيمه دي كلها. الناس دي يا جماعه والله الناس دي تقيله جدا، وليا شرف ان انا اول مره لما ابقى هيد مع الناس دي بجد. يعني شابو ليكم والله. كله معايا؟ ستارتنج من دلوقتي الصبح. الشغل جامد بره، ناس متفاعلة جدا مع الموضوع وفرحانة ومبسوطة، يعني حاجة كويسة. هنا بقى بنكسر الكيمستري، الناس مش عارفة بعض تعرف بعض. يعني يا رب تتبسطوا. اوف ايه ده؟ اوف ده ولع. بص انت عامل ازاي؟ مصر بيز. نحب نرحب يعني مستر مستري، هنرحب بالفنسل اللي جايين، هنحب نرحب بيهم. بص اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ماشي نروح في كلمه هنقولها هيد اوف اتش ار دلوقتي. ماشي ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بس دول اتش ار هقول لكم بوينت سريع كده. احنا بنكونفيرم البلان، بنكونفيرم طبعا البلان اللي عملها الاديتور ان شيف. يعني مثلا بلان عامل بلان فران عمرو شريف مي هنا الاف ار والله هنجيب ان شاء الله قريب. نرحب يا جماعه، بس احمد الزيان هنا.
بنعمل حاجه اسمها performance evaluation. كل ممبر موجود في المكان ده reporters miss my دلوقتي مستر عمرو شريف. عمرو شريف عادل محمد فهمي مراد بن مزلع ميكاترونكس. دلوقتي ان شاء الله ازاي وصلت للمكان ده؟ عجبتني الفكره. انا في اول يوم في انسايدر في اول انترفيو ليا بالنسبه لي هو اللي عمل الانترفيو. هو مره كمان الله يمسيه بالخير. انا اول ما قعدت على الكرسي قلت انا نفسي اقعد على الكرسي قدامي ده يوم من الايام. الحمد لله قعدت وبقيت هدف مني. دلوقتي مع انا عايز اتكلم عن ايه النهارده؟ عن الفكره اللي جات لي اول ما قعدت على الكرسي ده. في فكره غيرت او صنعت مستقبلك. الفكره دي اصلا بشكل عام في الديزاين مثلا في الميديا عندنا هي اهم حاجه. انت ممكن تقعد تفكر ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه يوم يومين عشان تشتغل مثلا نص ساعه. ده في الديزاين والميديا بشكل خاص. بشكل عام الفكره بتغير يعني بتغير مستقبلك فعلا. ما تقدرش تقول تاني مثلا في فكره دخلت جوه دماغي او كونسيبت معين خلاني اغير مش اغير بقى يعني حاجه ما اغير شكل. انا كنت متضايق فيه في التخين جدا تخين قوي وكان ده الموضوع ده عامل لي مشكله ان المجتمع مش متقبلك. المجتمع شايفك كان دايما بيحصل لي مشاكل بس انت مستحيل تغير فكر المجتمع. انت ممكن تغير فكرك انت ممكن تغير نفسك انت وقتها بس هتعرف تغير فكر المجتمع كل اللي حواليك. انت اتغيرت انت قدرت تتغلب على اصعب حاجه هي نفسك. بعد كده بقى الدنيا بسيطه. فاللي حصل فعلا بدات اقرا وافكر واشوف انا هحس ازاي مجرد ما انت الفكره خلاص. انا عايز كل واحد فيكم يغمض عينه ويتخيل معايا عمرو انت عامل ايه؟ عمرو شفت عامل ازاي وقت ايه؟ ممكن تقول هو عينه؟ ايه الحوار ده؟ ايه الحوار ده؟ عايز كل واحد فيكم يتخيل عمرو اسوأ وابشع صوره. غمض عينك غمض عينك تخيل عمرو الشريف اللي ده تخين جدا جدا جدا. يا ساتر يا رب. حاجه يا مدربين يا نهار اسود. برضه الجامدة عليكم انتوا عشان انا شايف ان كل واحد فيكم لو جاي بفكره ان هو جاي يغير في المكان ده مش مستني المكان هو اللي يغير فيه ولا ممكن منك انت. أحمد بلال هيدو. احنا بنحب نحيي احمد المزناني بيزنس اوف انسايدر. مش مشكلة انا هعمل الاكت بس الاكت ده ممكن يخليني اتعلم اكتر بس بعد كده ويل جيت سترونجر. هو ده الكونسيبت. هي دي السلوجن اللي انا همشي بيها في البورد بتاعتي. انا السنه دي عندي اوبجكتيفز كتيره جدا اهمهم ان المكان ده هو اللي يبقى السورس اوف ليدرز. ثانيه كله موجود؟ خلصنا سكريبت نشرب واحد نلم الدنيا وهنروح. كلمه لذيذه وطيبه الحمد لله. خلال 5 ساعات بس تعبان جدا عايز اروح. قبل ما نروح نصلي المغرب لين نروح. واحد خلاص جاب اخره. يا رب يكون الناس اللي هم اتبسطوا وبس كده. يلا